السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد أهلا صلاح نيو وسهلا فولدر. بحضرتك يا مصطفى. رجعت لكم النهاردة في فيديو مختلف شوية عن كل مرة، والناس كتير قوي كانت أنا بتطلب مني مصطفى الفيديو ده دلوقتي تقريبا، أو مش فيديو، إن هما لا يعني عايزيني أنا ألعب مع الفانز أو الفولورز اللي متابعيني. وبالفعل دخلت أنا وميدا وعملنا البارتي بابليك، وفي 2 دخلوا معانا. شوفوا الجيم حصل فيه ايه ويا رب يعجبكم. بس قبل ما تخش ما تنساش تعمل سبسكرايب، هتلاقي زرار احمر كده تحت اسمه سبسكرايب، ولو انت اليوتيوب العربي هتلاقي اسمه اشتراك، دوس عليه واعمل لايك للفيديو وقول لي رأيك في التعليقات. يلا بينا نتفرج على الفيديو. فيروز عمر هتنزل تاني دوج، بيج هاوس. ماشي، انا بس لو يعني لمحت بمباية كده ولا كده هنط عليها. بس خد خد طالع خد خلاص تعال خد اهو، فكك منهم وتعالى نشوف الفايت اللي هناك ده. خسرت الواحد الشيلد هناك، بس احنا ايه ده، انا معيش شيلد اصلا. لازم ماتريال بقى. الثيرد بارتي خليهم يروحوا ويبدأوا الفايت وبعد كده هنخش، عشان مفيش ماتس ولا هيلث. يلا نخش. لا 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 لسه، الواد ده لما يقف اضرب اضرب، معهوش ماتس. الواد خلص ماتس اللي هو السكن اللي جبتوه، جبتوه جبته. انا جايب التلاتة السكواد مع بعض، في ناس على اليمين حاسب سكواد اي ار. احب انا الدبل بنتريشن، واحد يضرب من ناحية والتاني يخش يجيبه من وراه. في ايه فوق؟ لا فوق دول، ده جاي عمل ريفت. طب جيت ليه؟ جيت ليه طيب؟ ها؟ اديني سبب واحد خلاك تيجي. تشوف العيال اللي عندنا دول؟ ما تقريبا هو ده. لا والله. ده ايه يعني، هو ضرب ضربتين جه لقيناه فوق راح عامل الريفت ومفيش الليت. ماشي ماشي، ماي باد. ده معلش ماتس اطلع لك، يا رب تموت. ماتس ايه؟ انا هحاول ارمي لك الكور من فوق، استنى تحت الافق. اوكي، انت ليه اصلا ما خدتش الزيب لاين عشان تطلع فوق؟ ايه؟ ايه ايه، في زيب لاين كنا نروح هناك تاخد الزيب لاين تطلع فوق. لا هنا كان اقرب لي، كان هنا قصدي. لا ايه واصلا ده، في كان في حد ريفتات بيجي هنا اصلا. تتزق لي كورة ولا ايه؟ هوب 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 هوب، خد هنا خد هنا. احنا خارجين بره الدايرة خالص، في ناس في ناس هناك. فين؟ يلا بينا، في العلامة هما مترترين. ده انا هظبطهم معايا 6 دنانير. معايا 2 ستيك ارمي.
واحد منهم خد دمج. سوري. طلعت او ماي في ناس بتلعب على السمير. كان في واحد بيتهيألي انا قتلته هنا. هما ويست واقفين. بقول لك احنا لازم ناخد الكرة ونطلع. معيش الكرة بتاعتي الله يرحمها. هما بيفايتوا ناس هناك. تعال تعال انا نظرت ثلاثة منهم تقريبا. او نموت احس لهم شو تعمل. نموت معاك. انا معايا كام بفاير؟ معايا نيس. انا خلصت المات. تعال حق كفرني. تعال حق كفرني والنبي. مين ده؟ فكك من اللي تعمله كفرني. ارجع في كام بفاير معايا. معاك ماتيريال دروب لي شويه. ماشي دروب شويه دروب شويه دروب شويه. نيس. معاك؟ خلاص خلاص. عايز تليار تليار معيش. انا مش عارف اعمل ايه. واحد جاي. هلعب على الشوكن بتاعتي. ده غبي اوي. حلو اوي جاب لنا لوت. تعال في بومب ليجندري. رميت البامب بتاعتي. هجيبه هجيبه. اديني بامبتك. ابعد ابعد ميت ابعد. ابعد عن البامب. انا اسف مش هقدر اصحيك. هتلحق هتلحق. مش هعرف. انا بتمشى اسرع منها يعني. فعلا؟ طب انا ممكن اعمل حاجه كده من الهلسك. امشي امشي كمل مشي عشان بس هلسك ما ينقصش. اجري اجري اجري. فاهم حاجه؟ بس احنا مستحيل نوصل. بص انا عايز اللوت بتاعك. كمل 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 مشي كمل زحف. 10 6 2 او مش هعرف اجيب المينز. هحاول. عش عش عش. دول ان رميت البامب كنت عرفت صحيك. فاك ماي لايف. بقى ابو الاوتو بيك يا اخي. طب ليه عامل الاوتو بيك اب؟ ايه؟ ليه فتح الاوتو بيك اب؟ من بعد الابديت الجديد اللي عملوه اللي هو لما تهولد على زرار يبدل السلاح. انا عندي كيبورد فيها جوست فيها شاترينج. الشاترينج بيخلي لما تدوس تكه يسبام على الزرار. بعد بدوس مره يروح رامي السلاح اللي معايا في الايرلي جيم. يعني انا ماسك بامب في اول الجيم وفي مثلا مسدس على الارض. اجي اخد المسدس يروح رامي لي البامب اللي معايا. شكرا. هي عامة المفروض يخلوا لك الاوبشن انك انت اسمه ده انك انت يعني لو عايز تخليها انك انت تفضل دايس عشان تاخد السلاح. ان هو يتشال يعني اوبشن اينيبل وتسيب الاوبشن ده بمزاجي. الغباء اللي هم عاملينه ده هم فين بقى؟ 1v3 اوكي ذاتس ايفن بيتر.
لا 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 اكتر. الواد اتعمل له نوك قبل ما يموت. اتعمل له نوك صاحبه يبقى لسه موجود يعني تقريبا. هما جوه البتاع دي. هو بيعمل ايه؟ لا والنبي والنبي عايزين تفايتوا فايتوا، بس ما تعملش فيا كده. جود بيلدر انزل اجيب لوت اللي تحت. انا معايا ماتريال انزل. اوكي شكرا، مش عايز حاجة تاني. ده هو ده ولا انا؟ I know ان هو معايا. مش هتكلم ركز. انا مش شايف حبيبي. انت عملت نفسك كده ليه يا ابني؟ هو عمل في نفسه كده ليه؟ ليه طار؟ انت اعظم حد في حياتي يا ابني. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا اي حاجه من الجيم ده، لان هو يعتبر تقريبا اقرب شويه لسولو سكواد. ما تنساش بقى تدوس اشتراك تاني، وما تنساش تدي لايك بوتن لو عجب الفيديو، وديسلايك لو ما عجبكش، وقول لي رأيك في كومنتات، او قول لي اي حاجة انتوا عايزينها، او اي فيديو جديد باي حاجة تانية عايزينها وانا اعملها لكم. سلام عليكم.